البث المباشر لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من هذا الاستوديو الدكتور كمال عمران الله يرحمه، وكذلك سيدي عبد الرحمن الحفيان الله يرحمه كذلك، وننطلق على بركة الله نعطيه التوب. من القلب إلى القلب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مبروك لكل أبناء وبنات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، حيث ننطلق على بركة الله في البث الرسمي من الأستوديوات المركزية بالإذاعة التونسية بالمقر الاجتماعي الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، وتحديدا بالستوديو 4 في تسميته الجديدة وحلته الجديدة، استوديو المرحومين سيدي عبد الرحمن الحفيان والدكتور كمال عمران. وفي بداية هذا البث أريد أن أشكر شكرا خاصا وأتوجه به للسيدة هند بن علي الغريبي الرئيسة المديرة العامة على للإذاعة التونسية طبعا، على كل الدعم والتشجيع والتعجيل كذلك أيضا بإتمام إجراء نقلة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم في أحسن الظروف. هذه الإذاعة الحقيقة اليوم 23 من ماي 2024 هو تاريخ يعني تاريخ سيبقى مؤرخ في تاريخ هذه المؤسسة العريقة اللي عمرها احتفلنا بها سنة هذه في أكتوبر سنة الفارتة 85 سنة، كما قلوا احنا في شعارنا مش عشرة عام مش عشرة عشرين، هذه عشرة 85. اليوم هالمولود هذا الولد كبير في الحقيقة، إذاعة الزيتونة من القرآن الكريم بل للقرآن الكريم من القلب إلى القلب إلى القلب، وإن شاء الله نكونوا دخلنا لقلوبكم كما كنا طول عمرنا داخلين في الإذاعة هذه داخلة في قلوب الناس. وهي هوني نحب نحيي كل إطاراتها على أساس أنه من سواء كان من مقدمين من منشطين من إدارة من تقنيين، على أساس وصلوها إلى هذا المستوى. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم هي تحتل الآن المرتبة الثانية في نسب الاستماع، صحيح. وهذا الحقيقة يشجع كل إذاعات مؤسسة الإذاعة التونسية اللي ولينا 12 إذاعة. كذلك ما ننسيوش زملائنا اللي انضموا لنا مؤخرا في الأول من جانفي في 2024، زملائنا من إذاعة شمس، احنا نجم نقولوا زاد شمس زاد هوني، وبالتالي هذه الأم الإذاعة الأم هوني، صحيح. في هذا الإطار وفي هذا المركز هوني في هذا المكان الجميل والكبير، صحيح. هذا القلب الكبير الذي يضم كل الأبناء، وبخص لأنه أنا الحقيقة لازم حاجة نقولها أني تفاجأت بالسرعة، لأني كنت نحب نسرة في انضمامها، لأنه كنا مفروض توا في أواخر شهر ماي باش ندفعوا 60 مليون كيرا ذاك المكان في كارتاج حنا بعد هكا على الفيلا هذيك 60 مليون تتكلف على مؤسسة الإذاعة منذ انضمامكم في 21 نوفمبر أعتقد هكا. نعم 21 نوفمبر 2021 بعد 3 سنوات إذاعة الزيتونة جي هوني. الحقيقة مانيش باش نقول كارها جيت من قبل، لكن كل شيء بالمكتوب، صحيح. وإحنا نؤمن بالمكتوب أكيد. وما نشاء إلا أن يشاء الله. نعم. كذلك الحقيقة في بالنسبة لي أنا عندي تقريبا عام قريبا يمر عام على تعييني منذ تعييني من طرف سيدة رئيس الدولة الأستاذ قيس سعيد على رأس مؤسسة الإذاعة التونسية. تحية إلى عام يعني وقت نقول عام مش بالسهل وقت اللي عام يعني تقريبا زوز إذاعات يجيوا في ظرف عام إضافة إلى ما قمنا به في المؤسسة على سواء كان على مستوى المضامين على مستوى هالبنية هذه اللي هي عتيقة في الحقيقة، لكن تحتاج إلى كل يد وإلى كل جهد من أجل أن نحسن ظروف الإقامة. اللهم يا رب اجعل هذا الصرح مباركا على من دخله ومن اشتغل فيه يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين اجعل هذا المكان فاتحة خير لنا وعلى بلادنا يا مولانا.
اللهم يا رب احفظ بلدنا تونس من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. احفظ اللهم جيشها وشعبها وأمنها يا رب العالمين. من أراد بنا خيرا فوفقه يا ربنا إلى كل خير، ومن أراد بنا شرا فاجعل اللهم كيدهم في نحره يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربي انصر إخواننا في فلسطين يا رب العالمين، انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم ارحم موتاهم وشافي مرضاهم وعافي مبتلاهم واجبر بخواطرهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا أكرم الأكرمين هذا الدعاء ومنك الإجابة، فلا تردنا يا مولانا خائبين ولا عن بابك مطرودين. تقبل سعينا بأنوار القرآن الكريم وبجاه نبيك الأمين وبأسرار سورة الفاتحة. إننا بدأ على حربنا.